علينا وعليك. صار احنا هذا الموضوع يعني صار معروف عندنا، صار في كل مره ترجع قصه جديده، مره الموازنه تاخرت، مره اموال ماكو، مره النفط صعد، مره ما اعرف منو، مره سدوا الخط، مره يعني هذه الازمات او اختلاق الازمات هذه صارت سياسه معروفه مرينا بها. النظام السياسي اللي يقود هذا صار فتره. اليوم انا وان كانت اكو مشكله صحيحه صار اكثر من 21 سنه، هذه المشكله كان لازم ان تحل في فتره حكومه من الحكومات، في فتره من اللي صار اربع او خمس حكومات مرت علينا، المفروض انه تحل في فتره. اوكي اكو حكومه خطأت، وان خطأت كان يصحح اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار انه هي نفس الاحزاب اللي تقود. ما الذي تقصده ان يصحح؟ يعني تعظيم الموارد الاقتصاديه ام اسعار البنزين؟ لا عفوا انا هسه جايك على هذا الجواب. نعم. لكن اقصد اليوم احنا اليوم من يتحدثون معانا، المشكله يتحدثون معانا عبالهم انه احنا سذج، اليوم عبالهم الشعب العراقي مدى يفهم شو دا يصير او كذا، يجيك يقول لك الكهرباء والميجا والمعرف منه والمحولات والمولدات، هذا جانب ثاني، يقول لك النفط واسعار النفط الثلاثه، يقول لك البنزين والمحسن واني استورده والسعر التكلفه تقل تزيد عن سعر البيع، وهذه القصص كانه يدخلوننا في حسابات، وهذه الحسابات انه احنا ما نقدر نفكر بها بالعقل. اليوم العالم اصبح قريه صغيره، كل واحد من عنده يروح لا يتعب نفسه على جوجل يكتب عليها باليوتيوب ويروح يشوف شنو القصه ويعرف شنو معناها. اقصد اليوم اذا صارت مثلا موضوع الكهرباء على سبيل المثال، تلينا انه احنا يا هل يجي يقول والله مو هذه احنا جايبين محطات وهاي المحطات تعمل بالغاز. طيب وين كنتوا انتوا عن هذا الموضوع؟ يعني انت تقول لي اكو حكومه سابقه قبلي، اقول لك اوكي انت اجيت ليش ما صلحت يا حكومه جديده؟ مع العلم انه انا اقول لك انه هاي الحكومه النظام السياسي الاحزاب السياسيه اللي موجوده هي نفسها اللي تختار الحكومه، لكن باشخاص غير الاشخاص اللي كانوا سابقه. فاقصد اذا كان في خلل وكان اكو خطا كنت تصححه يا حكومه بعدها. هذا جانب. الجانب الثاني انه احنا اليوم علينا ان نحدد النفط الغاز ليش انا بدي استورده من ايران؟ استورده من ايران لانه ما موجود. طيب